للمرة الثانية أحس أن فخامة السلطان سليمان عبد محبوب عند ربه. فأثناء محاصرة رودوس تعرض لاعتداء مفاجئ في ليلة مظلمة وأصيبت سفينته، لكنه نجا في اللحظة الأخيرة عندما أرسل الله رياحاً قوية دفعت السفينة نحو الشاطئ، وعاد إلى المخيم بمرمريس سالماً. هاي الخطة اللي اقترحتها فشلت يا بيري باشا. سجلوا شو خسرنا لحد يوم امبارح، كم مركب وكم جندي صاروا بقاع البحر. مولاي، أنا بطلب عزلي هلا من منصبي كوزير. مولاي، إذا بتسمحوا لي أنا حابب أطرح سؤال مهم. مين المشرف المباشر على الخطة العامة؟ مو هو قائد البحرية مصطفى باشا يا مولاي؟ فإذا هو المسؤول. طلعوا، اتركونا أنا وبيري باشا لحالنا. بيري باشا، بدك تسلمني الختم وتتخلى عنا؟ هذا تصرف أرعن، أنا مستحيل أقبله. هذا الشيء ما بيليق بمركز الوزير الأول. موضوع مانو شخصي أبداً، هو بخص بقاء الدولة العثمانية، شان يضل راسنا مرفوع وعلمنا كمان. يعفى القائد مصطفى باشا من منصبه، عممه القرار، خليه يروح على الأناضول ويستنى. مولاي، الموضوع خلص انتهى. شوف شغلك بعدين بنحكي. بعت لي أحمد باشا. أحمد باشا،